يا ترى لو ما كانش مبابي طلع لعيب كورة كان هيطلع ايه؟ جدل كبير داير عن مبابي نجم سان جيرمان ومنتخب فرنسا، هل هيكمل مع باريس ولا هيروح ريال مدريد ولا هيروح الهلال السعودي بعد العرض الخرافي اللي وصل مليار يورو؟ ده اللي اكيد هنعرفه الايام الجاية، بس السؤال اللي ما نعرفش اجابته، لو مبابي ما كانش لعيب كورة كان هيبقى ايه؟ مبابي وهو صغير زي ما كان بيحب الكورة كان بيحب الموسيقى، وده خلى والده يدخله مدرسة الموسيقى في باريس وهو عنده 6 سنين بس عشان يتعلم الموسيقى مع كرة القدم، وخلال دراسته في المدرسة اتعلم مبابي قراية النوتة الموسيقية وتعلم كمان النفخ على آلة الفلوت، وفضل مبابي يتعلم الموسيقى والغنى اللي بالنسبة ليه تاني أفضل هواية بعد الكورة. مبابي كمان شارك في بعض العروض الموسيقية في مدينة بوندي اللي اتولد فيها، ولما فاز بكأس العالم 2018 عمدة المدينة كرم مبابي واداله هدية تذكارية عبارة عن آلة فلوت. وكده عرفنا إن مبابي لو ما كانش طلع لعيب كورة كان هيتجه لعالم الموسيقى والغناء.